بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الأمانة كل شيء، كل شيء بيدك أمانة. دليل على أنها أمانة أنها لم تكن بيدك ثم صارت بيدك ثم تخرج عن يدك. هذا دليل الأمانة. يعني شنو؟ إني أمنت عندك 1000 دينار، ما كانت 1000 عندك ثم صارت عندك ثم أخذها منك، وأمانة هاي. فكل شيء تملكه أنت أمانة. صحتك أمانة بيدك، مالك أمانة بيدك، زوجتك أمانة بيدك، أولادك أمانة بيدك، تلاميذك وأنت مدرس أمانة بيدك، منصبك أمانة بيدك وأنت موظف، المسجد أمانة بيدك، الحسينية أمانة بيدك. كل شيء يملكه الإنسان أمانة، لأنه يأتي يوم كلها تؤخذ منك. حتى بدنك أمانة بيدك. ولذا أكو في الأحاديث إن ليس للإنسان أن يؤذي بدنه. يعني تقول إيد مالي أنا أقطع إيدي، لا، ما لك حق. حتى بدنك أمانة بيدك. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رأى إنسانا قد أكثر العبادة حتى أنهكته العبادة وحتى غارت عيناه من السهر وظمأ فمه وشفتاه. الرسول قال: ما لي أراك هكذا؟ قال: يا رسول الله، من العبادة. الرسول قال: ما لك حق الكفر تعبد، لأن لبدنك عليك حقا. حتى بدنك له عليك حقا. حتى بدن الإنسان الأمانة هاي معناها. فمو أمانة إلا فلوس، لكن هل نفي نحن بالأمانة؟ إحنا القاعدين كلش مشكلة واقع. نفي بالأمانة نحن بأمانات الناس، نفي. زوجة الإنسان زوجة أخوك في بيتك أمانة، نظرت إليها هي مجاز شرع، معنى خنت في الأمانة. ولد الناس بيدك أمانة، مال الناس بيدك أمانة. الإنسان يجب عليه أن يحفظ نفسه حتى يؤدي الأمانة أداء صحيحا. الله تعالى يقول: السماوات على عظمها، والأراضين على عظمها، والجبال على عظمتها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أشفقن يعني خافوا، قالوا إحنا من نتمكن. وحمله الإنسان، هذا الإنسان اللي قاعد هنا وقاعد هنا، هذا حمل الأمانة، قال: أنا أكمل الأمانة. بعدين الله تعالى يقول إنه يخون في الأمانة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظالم وجاهل، ما يدري العاقبة شنو. الخيانة في الأمانة. حتى أكو في الأحاديث: إذا تكلم معك إنسان فكلامه عندك أمانة، ما يجوز إفشائه. كلام تكلم وياك فرد شيء، تكلم معك بشيء هو سره، ما يريد يطلع عليه أحد. هذا الكلام صار عندك أمانة، لا يجوز خيانة هذه الكلام، هذا الكلام وهذه الأمانة. إذا قلت هذا الكلام للناس فقد خان الإنسان. معاهدة، كثير من الناس يعاهدون مع زوجاتهم، إيش كثر المهر؟ 1000 دينار. بعدين ما يريد يعطيك، مو مهم. من تزوج امرأة، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينوي إعطاها مهرها فهو عند الله زان. ولو عقد وقاضي جاي وكل شيء والناس يقولون، لكن هو ما دام نيته القلبية الخيانة الله يكتبه زانيا. ومن اقترض قرضا وهو لا ينوي أداءه فهو عند الله سارق. سارق شنو معناه؟ سارق معناه أنه بالقوة يستولى على مال الناس.
زاني شنو معناه؟ يعني بالقوة يستولي على أرض الناس. ومن اقترض قرضا وهو لا ينوي أداءه فهو عند الله سارق. المعاهدة نفس الشيء، إني أعاهد إنسانا على موضوع ما في بمعاهدة من اليوم الأول، مو بنايا في بهذا العهد. الله في القرآن يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني يوم القيامة يسألون عنك وعني ماذا صنعت معها المعاهدة. مو لازم معاهدة دولية ولا لازم أن تكون معاهدات أفرض كبيرة، حتى معاهدة صغيرة بينك وبين صديقك معاهدة، لا تروح إلى كربلاء إلا معه، وذهبت إلى كربلاء بدونه خنت في العهد. إحنا لازم لنتصور إحنا مستثنون عن هذه الأمور، لأن قسم من الناس وقت اللي الإنسان يتكلم أو الواعظ أو الخطيب أو المرشد أو الموجه يظن أنه هذني مال الأجنبيين مال سائر الناس وأنا في معزل. لا لا، إنسان لازم يلاحظ في أحواله هل هذا يفي أو لا يفي. مثلا فوق المنبر فرد واحد يقول الناس 500 طن، يقول إيه مقصوده أغنياء يعني اللي يملكون ملايين. لا عمي، أنت عندك 5 دنانير دينار فيها خمس، ما أعطيت هذا الدينار يعني خنت في الأمانة. الله أودعك ماله فخان الإنسان فيه. هو أنه صديق مع أصدقائك تعاهدت مع كثير، الآن يصير أنتم ما أظن يصير عندكم هذا الشيء، لكن أنه يقشمر لبنت يقص على بنت يقول أنا أزوجك، ما تنتوش ما يزوج، هذا حرامان، حرام قص عليها وحرام بعد ذلك لم يتزوجها، حرام. يعني هذا نوع من العهد أيضا. أكو بكثرة الآن بكثرة يسألون هذه المسألة، عن الجرائد يسألون، عن المجلات يسألون، ما أشبه. أو البنت تقول إني مثلا وفية بك ومو وفية، هاي خيانة، خيانة العهد. هذني كلها أقسام الخيانات، وصدقوا أن الخيانة في فلس الله ما يتجاوز عنه أبدا. دنيا دنيا جزاء، قسم من الناس يصورون أن الآخرة فقط دار جزاء. لا لا، حتى الدنيا. أحسنت إلى أبيك ابنك يحسن إليك، أسأت إلى أبيك ابنك يسيء إليك، خنت في أموال الناس الله يقيض أناس يخونون في مالك. حتى تكون في الأحاديث من خان في أعراض الناس خين في أعراضه وفي عرضه. لكن الفرق بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 5 سنوات، بعد 6 سنوات، بعد 7 سنوات، بعد مدة ماذا صنعت تعطى؟ صنعت خيرا تلقى خيرا، صنعت شرا تلقى شرا. سببت إنسان سب سب، شنو يسوي هو الإنسان؟ هم يسبك. أحسنت إلى إنسان يحسن إليك لا أكثر ولا أقل. دنيا دار مكافات، فإذا الإنسان خان بالعهد خان بالأمانة، مو راح وانتهى وخلص أبدا، ما خلص. زوجتان، أكو فرد واحد من الشخصيات الإيرانية، هاي القصة مال قبل 6 7 سنوات أو 10 سنوات، شخصية إيرانية، هو كل الشخصية كبيرة، عنده زوجة، زوجة وفرد مدة هذه زوجته كذا، الله شوي تفضل عليه بفلوس كم فلس، تزوج بزوجة ثانية. هذا شرعا جائز، إنسان يتزوج بزوجة ثانية وثالثة ورابعة جائز، هذا لا شك فيه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن أكو فرد شي ظلم، الظلم يعني شنو؟ الظلم معناه على أنه أنت متزوج هذه الزوجة، يصير عندكم هذا الشيء، أنتم شباب وفي المستقبل أمامكم، وفرد يوم عارك ويا زوجته وراح على عنادها تزوج بالثانية، تزوج بالثانية جائز شرعا. لكن عمي أنت اللي هذا أم عيالك وأم أولادك أوف بها. في القرآن الحكيم الله يقول وقد جعلتم الله عليكم، يعني الله هو الطرف في الموضوع، ما هذه الزوجة المسكينة. حتى فرضا الحكومة ما شعرات وهي ما اشتكت، لكن الله يجوز عنك. حتى الآن في القوانين الدولية
إذا فرد واحد قتل زيد وليه ما اشتكى، لكن الحكومة تقول أدي الدعاء العام، أين حق الدعاء العام؟ الله أدي الدعاء عام، أنت ضربت فرد واحد راشد وهو ضعيف يخاف منه، لكن الله القاعد هناك، الله مو قاعد طبيعي، واضح هذا عبارة عرفية، لكن الله المسيطر هم يتجاوز عن هذا؟ الله لا، أيضا يضربك راشد طبيعي وواضح. قسم من الناس يسوون كلاوي شرعية، لبالهم الله يعرف هالكلاوي الشرعية. في القرآن الحكيم الله يقول كما يحلفون لكم. كلاوي شرعية شنو؟ كلاوي شرعية متزوج زوجة وبعدين يريد الزوجة الثانية، يجي يقول لهذه الزوجة إني أريد أطلقك أو تبقين في البيت بلا حقوق زوجية. يا عم مسكينة شو تسوي؟ قل طلقني بعد 30 سنة، يقول أنا راضي، هذا مو ظلم على هذا؟ أطلقيك أو تنازلي عن حقوقك الشخصية، مش كثر سائلين عني هالمسألة وقت. عمي أنت اللي صار عندك كم فلس، صرت شوية قوي، صار عندك منصب، هسه الزوج المسكين اللي وياك ليل ونهار ولدت لك وإنسانة طيبة وتدير أمورك، إما أطلقيك أو تنازلي عن حقوقك الشخصية. هذا ما يوجه وقت، ما يوجه يسبب على أنه يقول لا نطلقني أنا متنازل عن حقوقي الشخصية. الله يتنازل؟ تدري الله ما يتنازل شي يسوي؟ فرد مرة وفرد اصطدام وصار عدية ارتجاج في الموت وعشرين سنة مجنون خلاص. يعني الله ما يتنازل مو معنى على أنه الله ينزل الملائكة ويأخذون بخناقه وكم راشد يبصوا، لا لا لا، الله أكبر النسب الفاسي كلش جميل تنسون هذا، يقول چوبي كي خدا ميزنه صدا نداره، دردش دوا نداره. حرام يجي إلى بيتك والعياذ بالله أخذت مال هذا وهذا وهذا وهذا، فرد مرة حرام يجي إلى بيتك وكل 10,000 باكرة صيح نوح محكمة شكاية صحيفة ما يفيد، هذا ما ذاك التنامير اللي باقي هالإنسان. هذا دائما إنسان لازم يخاف من الله في الدنيا مو الآخرة. فرد واحد شخصية إيرانية، هذا كلش هالقسم من الظلم متعارف عندنا إحنا واقع، ظلم على الزوجة، ظلم على الولد، ظلم على الصديق، ظلم على فرد واحد صغير تحت يدي ما يدري، ظلم على الشريك، هذا شريك ويا شريك، ألف دينار مني ألف دينار منك، وأنت يشتغل نص لك نص إلي، هو يشتغل وصار أخير السنة 10,000 دينار، يبدل ويغير الدفتر مالي 8,000، يأكل ويقول 2,000 بس ربحنا هالسنة. الله ما يدري، هو ما أدري، الله ما أدري الموضوع، الله أدري الموضوع. أو مثلا حق العامل، كان عندنا في كربلاء هذا الشيء، إحنا ما أدري، هذا رئيس العمال، الحكومة تقرر كل عامل 100 دينار بالشهر مثلا، هو يجي يقول لك يا عامل حكومة مقرر 100 دينار، إذا أنت مستعد تكتب 100 دينار أنا أعطيك بالشهر 80 دينار، إذا مو مستعد أجيب غيرك. هو مسكين شو يسوي؟ ما عنده أكل، مجبور يقول أكتب. هل 20 دينار الله يجوز عنه؟ هذا ما يجوز عنه الله. الله يجمع 20 و20 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 و20، فرد مرة سرطان وروح إلى لندن ويصرف فرد 15,000 دينار وما يفيدنا. الله يعرف إيش من يطلع، لكن الله مو بالساعة وبالدقيقة يطلع، لا لا. هذا فرد واحد من شخصيات إيران، هذا زوج قصة جديدة، هاي 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، هذا زوج، هذن الكلمات مال سماع وعملها مو مال سماعها، لأن هذا أقسام الظلم عندنا متعارف. عنده زوجة، الله تفضل عليه بكم فلس، هو فقير، هو فقير والله تفضل عليه بكم فلس، تفضل عليه بكم فلس وصار عنده شوية لا بأس به زنجين، وعلى عناد الزوجة الأولى راح تزوج الثانية، مبارك إن شاء الله، بس يعدل هو من النوع اللي شوية عز عدالة لا بأس لي. هالزوجتان يوميا بينهما شجار ونزاع، زوج الكبيرة وزوج الصغير،
نزاع نزاع نزاع. فرد يوم الزوجتان جلستا وقالتا لماذا هالشجار والنزاع ليل نهار؟ الأحسن شي نتصالح بيناتنا صلح. لا أنا أتكلم عليك أمام زوجي ولا أنت تتكلمين علي أمام زوجي. مثل أخوات في البيت نشتغل سواء كلانا ولا أنا اثنيناتهم قبل اثنيناتهم. قالوا جسيان شنو الدليل؟ قالوا الله بيننا كفيل. فإذا قالوا الله كفيل، رسول الله كفيل، العباس كفيل، لا أنا جابر يمكن ما يدري، مرجع التقليد يمكن ما يصير بيده. أما الله ما يدري، هو الله ما يصير بيده، الله هم يصير بيده هم يدري. قالوا الله بيننا كفيل، لا أنا أتكلم عليك ولا أنت تتكلمين علي. فرد واحد منهما هاي مستهترة، هذا استهتار أكو في كثير من الناس. الله عندهم هيج، إذا سند، إذا طابوا حكومة، إذا ما أشبه يخاف ويسوي شيء. إذا ماكو هذا الشيء الله يقول أوه بسيط، الله مو مهم. يقول الله هيج مو مهم. فأحدهما قامت وأخذت تشعوذ على الثانية. بعد شنو؟ بعد أمانة، بعد عهد. قلنا العهد قسم من الأمانة. تشعوذ تشعوذ يوم ويومين، 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، 10 أيام. الله عنده صبر. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه صبور. ولهذا في الأحاديث لا يغر العاصي سكوت الله عليه. الإنسان اللي يعصي لا يغر بأن الله ساكت عليه، الله يصبر عليه، مو أنه ما يعرف أو ما يقدر. لا يغر العاصي سكوت الله عليه. يوم ويومين وعشرة أيام وعشرين يوم وشهر وشهرين، وهي الثانية تسمع هالحكيات شو تسوي؟ معاهدة ومخلين الله بيناتهم وانتهى كل شيء وما يفيد وياه. فرد يوم هو يحترق قلبها. إنسان دائما لازم لا تنسون هذا الشيء، لسانك حقيقة. أحيانا لسان الإنسان يقول كلمة بالنسبة إلى إنسان ثاني وذاك يحترق قلبه ويدعو والله يأخذ. أكو في الحديث لسان الإنسان مثل الكلب العقور، من كان يتكلم فليقل خيرا أو ليسكت. هذا هو واي، هذا شيء خطر واقع. لسانك لا تبدي به سوءة امرئ فكلك سوءات وللناس ألسن. هذا فلان وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا شنو، والعجيات اللي يعني هذا متعارف، هذا خطر. فرد يوم يسمع ذاك الطرف الآخر ويدعو والله يستجيب وتقع في مشكلة. هاي المرأة الثانية، الزوجة الثانية تسمع بعد معاهدة الله وبعد الله تعالى جعلين بناتهم شيء، تسمع وتصبر وتسمع وتصبر وتسمع وتصبر. وفرد يوم بعد هواي احترقت قلبها، قال يا الله ما تشهد عن قلب محترق. الزوجة المشعوذة نامت، قلت قصة جديدة مو قصة قديمة، ما قبل 7-8 سنوات حدثت في طهران هالقصة. نامت بالليل، صبح قامت ما تشوف أبدا، أعمى أعمى بالليل نايمة، صبح ما تشوف أبدا ما تشوف. ودوها للأطباء، أطباء طهران، قالوا ما ندري إيش بيها، لأن عيونهم ما بيها فرد مكان اللي سبب عدم الشوف، لأن الشبكية القرنية طبقات العين، قارين في كتب المدرسة العام قسم منكم، طبقات العين كلها سليمة، أما ما تشوف من شنو السبب. ودوها إلى لندن، لندن نفس الشيء، قال الواقع حجي غلام حسين أشرف الله يرحمه، ودوها إلى لندن، قال له أكو فرد ميكروب في بدني، من أعرف هذا الميكروب شنو، لكن هذا مرض طبيعي، لأنه أطباء كل أمراض ما يعرفون، مو أن كل طبيب يعرف كل مرض. حتى لندن، إذا لندن كانوا يعرفون كل مرض يعرفون كل علاج ما كان يموت منهم أحد. ودوها إلى لندن لأنهم أثرياء شخصية، لندن نفس الشيء، باوعوا عنها فحصوها زايد ناقص،
قالوا مكان خراب ما في العين. احنا ما ندري لماذا النور ما موجود. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الماء غار. نور العين غار. ودوا إلى أمريكا، ودوا إلى أسبانيا، ودوا إلى فلان مكان، كلهم بلغة واحدة نفس الشيء يقولون. يقولون لا نعلم شنو السبب. رجعوا إلى إيران. يا بيتي شو مسوية؟ ما مسوية شيء. قولي حقيقة حتى نعرف. قالت الواقع هالشكل. أنا ما أدري. وإنما كان بيني وبينها الزوجة الثانية معاهدة أن لا نتكلم أحدنا على الآخر ولا يحرك أحدنا الآخر الزوج ضد الأخرى. هذا كان. راحوا على الثانية شنو القصة؟ قال في هي يومية بعد المعاهدة وجعل الله بيني وبينها يومية تتكلم علي وتشعوذ. فأنا فريد يوم انزعجت قلت يا الله اشهد ابتلك في الآخر. هي نامت بالليل وصبح قايمة وعيونها عمياء. قالوا لها تجاوزي عنها. قالت أنا بتجاوز عنها. لا ما أريد أنا شعر. لكن الله متجاوز. قلنا قتلت فريد واحد ولي المقتول قال أنا متجاوز. الحكومة متجاوز. يقول وأنا أحق للدعاء العام. الله ما يتجاوز بتجاوز الإنسان فقط. قال له ما دام هالشكل نوديها إلى مشهد. ودوها إلى مشهد. مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. ودوها إلى مشهد ووزعوا فلوس على علماء وعلى خطباء ومن يجيب في مسجد جبرائيل يقرأ وفلان يقرأ وعلى المنبر وتحت المنبر وما أشبه كذا. ربطوها بالحضر. قلت قصة جديدة مو قديمة ما 7-8 سنوات قبل. ربطوها طريحة الإمام الرضا ارتباط. ربطوها 40 يوم هي مربوطة بالطريحة. فقط وقت الحاجة يطلعوها إلى أجلكم وضع قضاء الحاجة أو أكل أو ما أشبه. البقية مربوطة بالضريح نائمة أو قاعدة مربوطة بالضريح. فرد يوم يوم 40 وصدقوا نذر وما أشبه كذا. فرد يوم قاعدين هم جماعة يما يقرون ما يجيوا ما أشبه. شافوا فرد نور طلع من الحضرة من ضريح الإمام. هي هنا قاعدة. شافوا فرد نور من يم راسه طلع ما دش عليه. طلع النور راح إلى الرواق. إلى رواق الإمام الرضا ورجع النور. بمجرد أن راح النور إلى رواق الإمام الرضا هذول الجماعة قاعدين شافوه. وإذا في الرواق هلاهل. هلاهل وتصفيق وما أشبه. خيرا. تبين فرد مر ريفية عمياء جاي اليوم إلى الحضرة. إلى الرواق وهي زوجها من ريف من أرياف خراسان أفرط سبزوار أفرط ترقبة أفرط شنو. هاليوم جاية هي المرأة. وهذه المرأة لما جاءت في الرواق ما وصل إلى الحضرة. بعدها لم تصل إلى الحضرة. وهاي اللي جاية إلى الرواق النور طالع من الضريح عليها. وهاي هنا وهاي 40 يوم. وهي بالرواق اليوم جاية. النور واصل إلها ومفتحة وهلاهل وكل شيء ورجع النور للقاف. هذول قاعدين وياها وزوجها وهذول قالوا يتبين الإمام الرضا ما يريد هذا الشيء. رجعوا إلى طهران. وبقيت عمياء. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الإنسان يجب أن يعرف هذا الشيء على طول الخط واقع. 40 يوم هم هناك يتوسلون الخطباء ومن يجيب وقراية شيء ماكو خلاص. لأن القلب الذي دعا وقال يا الله اشهد قلب محترق وباستحقاق. أما هالمرأة الذي فيها اللي هاليوم جاية وهذول حتى يشوفون الإمام الرضا يقدر مو ما يقدر. لكن مو أن قوانين الله سبحانه وتعالى تبدل لأجل الدعاء أو أمن يجيبه ما أشبه. لا ما تتبدل قوانين الله إذا حتمية.
إذا مو حتمية تبدل، أما إذا حتمية يوم يومين 10 أيام 20 يوم شهر شهرين كذا شيء من هالقبيل أخيرا أخر. الإنسان يجب عليه أن يعرف دائما هذا الشيء أنه الله سبحانه وتعالى الأمانة التي أمنها بيده هذه الأمانة لها حساب. الأمان الولد أمانة، الأب أمانة، الأم أمانة، دين أمانة، عهد أمانة، زوج أمانة، كل هذه أمانات. وما المال والأهلون إلا ودائعا ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذه أشياء ودائع بأيدينا، حتى شبابنا بأيدينا أمانة، هذول الشباب الجالسين ها هذه أمانة نسأل عنها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5، عن شبابه فيما أفنه، وعن بدنه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفي أين وضعه، وعن حبنا أهل البيت، يعني نحب الأئمة الطاهرين رسول الله فاطمة الزهراء. الإنسان يسأل يوم القيامة أول ما يسأل، لا تزول قدم عبد خلف الجوازات، لا تصل إلى سليمان مشعان، أول ما دخلت الجوازات الخطوة الأولى هالخمس أجب عنها ثم الدخول، عن ماله، عن شبابه، عن عمره، عن حبنا أهل البيت، يسأل عن هذه الأمور. وكما ذكرنا في الآيات المباركة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.